الا كتود راش غدا باغتي ماشي ثلاثه قوي بحال هكا تخرج لا بقات حيت ما عرفتش شحال الساعه صافا اختي الخمسه دابا ماشي ثلاثه خرج يعني لك خرج يعني باقا في كازا نتمنى تكون باقا في كازا انت اختي انا معك غتكون باقا في كازا هذه هي البنيته اذا مشاهدي خليني شتا لالا اذا مشاهدي قناه شوف تيفي اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه الدار البيضاء الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير دابا ثلاثه اختفى الطفله مع الثلاثه بقى مسكينه عندها 7 سنين طفله اللي مريضه بالتوحد اللي ما كتهضرش ما كتكلم ما حتى شي حاجه خرجت من الدار وما بقاتش جات عندها 7 سنين الله يرحم لكم الوالدين اللي لقاها يتفاعل معها الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير مشاهدينا الكرام والام ديالها فحالها هيستيريا هي معنا دابا هذه هي البنيته الله يجازيكم بخير الله يحفظكم شوف من حالي الله يرحم لكم الوالدين مسكينه في التوحد عندها 7 سنين ما نقدرش نعيش بلاها تبع عليا خرجت لي من الباب حلت الباب وخرجت لي تبارك الله يرحم لكم الى ما شوفوا من حالي الله يخلي لك محمد السادس وليداتك لما نشوفوا من حال هاد البنيته راه مشات لي فيها التوحد وما كتعرفش مسكينه حتى الهضره ما كتهضرهاش عندها 7 سنين صبروا واحد دقيقه اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كما شفتوا معنا الام فحالها هيستيريا الله يجازيكم بخير لايف عاجل ومباشر كلشي بغيناه يتفاعل معاه بغيت هاد اللايف يتبارطاج على درجه الله يرحم لكم الوالدين اللي اختفى واللي شاف هاد الدريه هادي خرج يقلب عليها الله يرحم لكم الوالدين بغيت كلشي ياخذ الصوره ديالها ويخرج يقلب عليها ما حدها باقا غير في كازا على ما اظن يعني تجي تسويع دابا باش اختفات هاد الدريه غير تجي تسويع دابا الخمسه باقا غتكون في كازا اختفات من المدينه القديمه الله يرحم لكم الوالدين كلشي خرج يقلب على هاد البنيه هادي شوفوا شنو غادي دير لا السلام عليكم شنو وقع لنا بالضبط اخويا مع ديك ثلاثه تغدينا بحال هكايا باركه كتلعب في السطح وقيلا عندي واحد الباب ديال الصالون حلات مع ما دايرهش السواق ديال الباب ديال التحت ما شفتهاش انا من ما خرجت كانت صحابها كتلعبها في السطح تلفت ما لقيتهاش خرجت اخويا درتها وما لقيتهاش ملي ما لقيتهاش خرجنا كنجري وقالوا لينا الناس راه جات هنايا كانت بانت لينا كتلعب جات عند مول حفيانين حفيانين شتينا خويا خرجنا حفيانين عريانين ما لابسين والو خرجنا كنقلبوا عليها قالوا لنا الناس راه كانت هنايا ما لقيناهاش رحنا من الصباح ديكلاريت البوليس لحتى في الفيسبوك الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هاد البنيته راه لابسه سريوين زرق في الميكيات ولابسه هذيك كسيوه موف نصكم الله يرحم لكم الوالدين راه فيها التوحد ما كتهضرش شوفوا من حالي الله يرحم لكم شوفوا من حالي راه عرفتي راه ما نقدرش نعيش بلا مريضه ما نقدرش نعيش لكم الوالدين الحموتي الله يرحم لكم الوالدين ابو عبد السادس انا مزاوقه فيكم راه عندي هي مريضه وكنبغيها ما نقدرش نعيش بلا الله يرحم لكم الوالدين شفتي الدريك كنا في الدار كتلعب لا كتلعب في السطح واللعاب وداكشي كتقلنا راه مع وقيته الغدا تغدا فهمتي راه كتلعب باللعاب وداكشي حاطه على اللعاب وداكشي قلت انا راه كتلعب صافي هي هذيك سولت عليها خويا قال لها معاياش ماما في السطح كتلعب حلينا الباب لقيناها خرجت قالت لينا العيالات وهذا واحد مون بيمو قال لنا راه برا كانت شفناها كتلعب وداكشي لابسه سريوين زرق ديال الخير والصنايديله ديال الميكا غوز وجامعه شعيره الفوق شحال عندها من عام 7 سنين ابتسام مصلح كيدير المواصفات ديال سميره وشعيره مكريبي بحال جاي الشهوبيه بحال جاي الحموريه ما كتهضرش اخويا لا ما تجاوبوش مسكينه ما تتعرفش مريضه بداو الاحتياجات الخاصه اللي الدوائيه ما غاداش تعرف ومريضه فيها جميع الامراض مسكينه الله يرحم لكم الوالدين لما نشوفوا من حالي راني مريضه غنموت الا ما لقيتهاش الله يرحم لكم الوالدين مشيت عند البوليس ديكلاريت اخويا وكنقلب هادشي اللي درت اخويا لا حيت انا ساكنه هنايا انا ساكنه في هاد الموب اللي هنايا الموب اللي قريب للمدينه القديمه لا الموب اللي هنا ديك الموب ما كتخرجش للزنقه هنا لا ما كتخرجش بلا هي مع ذوي الاحتياجات الخاصه كنخرجها بيدي ومدخلها بيدي ما كانتش معصبه ما كانتش مقلقه لا ما معصبه ما والو مغذيه ناشطه لعبه هادي كتلعب كلشي ما معصبه ما والو اخويا الله يرحم لكم الوالدين لما نشوفوا من حالي الله يرحم لكم الوالدين لما نشوفوا من حالي عافاكم لما جيبوها ليا اللي عنده يجيبها ليا الله يرحم ليه الوالدين سيد الحموش لما تدخل شوف لي هاد الحاله يا ربي يا الوالدين يا محمد السادس الله ينصرك قالوا لي البوليس اخويا من هنا شويه رجعي عاودي خدوا معدي النمره وخدوا عدي التصويره هادشي اللي كاين
هادشي اللي كاين اخويا. ان شاء الله التصوير لا باقي ما درتهاش في الحيط، درتي والو خصك تصخي في الحيط اخويا. الله يشفى، انا كنشكرهم بزاف الى لقاو الوالية، الله يرحم ليك الوالدين الى ما نشوفوا من حال مختفية. الله يرحم ليكم الوالدين، راه ما نقدرش نعيش بلا، ومريضة داوي الاحتياجات الخاصة ومريضة بزاف عندها جميع الامراض. واخا شي قربينا الصورة ديالها باش نشوفوها مزيان. هاني هذه الصورة الاب ديالها، الاب ديالها فين هو دابا؟ هو كاين كيقلب تا هو مسكين، ها هو تيقلب. كش قلب. كنا خويا، كنا محمد رسول الله. كنا خرجنا كنا. شنو غديري دابا اختي؟ خويا ما نقدرش نعيش بلا، نكذب عليك ما نقدرش، ما نقدرش نعيش بلا، ما نقدرش عزيز علي لاقصى درجة، ما كتهضرش، ما نقدرش نعيش بلا، نكذب عليك نقدر نموت. يا ربي استغفر الله العلي العظيم، يا ربي جيب عليا، يا ربي جيب عليا على خير مع مريضة طبالات كندخل على انا، يعني المصير ديالها اشنو كاين. الله يرحم ليكم الوالدين. واخا لا الدريه هذه كتجيب انت وحدك كتفاهم معاك، ما تقدرش تفهم معاك شي واحد. لا كتفاهم معايا انا صافي. هادشي هادشي اللي كاين. عمرها طرا لها بحال ما كان عمرها ما لا ما عمرها خرجت، ما كنخليهاش انا تخرج حاضيه معها لاقصى درجه، ما كنخليهاش تخرج نهائيا نهائيا. ما كنتش شافها باش خرجت. لا مول بيمو واحد السيد حدا بيموات قال لي راه قال لي راه بانت لي سيدي، بانت لي دايزه، هادشي اللي بان لي مسكين. وقالوا لي شي عيالات راه بانوا لي دايزه. الله يرحم ليكم الوالدين لما شوفوا من حالي، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. راه ما نقدرش نعيش بلا، راه مريضه، راه فيها التوحد، كلها صحيحه وكتهضر راه ما كتهضرش. ما تعرفش مسكينه دابا، ما تعرفش ترجع ولا تعرف فين تمشي ولا تعرف. لابسه سريويل زرق في الميكيات وصنايدي لاغوز وسريويل تريكو موف موف ديال الخيط حد انا نصكم. هادشي اللي كاين. لا جا معنا شعره بالبانطا الفوق. هادشي وصنايديله ديال بلاستيك زرق بلاستيك غوص. ملي خرجت من الدار ما دارتش الحس، ما دارتش ما دارت حس، ما سمعناهاش اخويا. لا ما مالفاش لا، كتخرج حدا الباب وترجع. كتخرج اليوم لقات السيبه ومشات. ما توليش شي واحد بجنيه تكون طالعه عند شي واحد بجنيه. لا لا لا، شافوها الناس برا، شافوها الناس برا، شافوها الناس برا. قربت قلبتي الدم كلشي من الصباح وانا كنقلب، من الصباح وانا كنقلب، من الصباح وانا كنقلب، وانا دابا كنقلب خويا راه كمشى تم النيفاضة وجردة الحمام وداك الشيء، وانا دابا راجلي راه مشى ثاني تيقلب وانا غنرجع عند البوست ثاني. خويا ما نقدرش حيت مريضة، مريضة مسكينة، مريضة، هذا هو المشكل، مريضة. الله يرحم ليكم الوالدين المغاربة، شوفوا في هاد الأم في هاد العواش، الله يرحم ليكم الوالدين. ما نقدرش نعيش بلا، والله ما نقدر. الله يرحم الله يخلي لك وليداتك، الله يخلي لك لالا خديجه، مولاي الحسن اللي بنشوفو بالحال. راه ما نقدرش بهاد العواشر نعيش بلا بنتي، حيت مريضه، مريضه مسكينه، مريضه مريضه. الله يرحم ليكم الوالدين، وهذا الشيء اللي غنقول لكم اخوتي. انا اختي بغينا كلشي كلشي قلب عليها، شوف بغيتو من الناس الوالدين لما تعاونوا معايا قلبوا معايا على هاد البنيه. الله يرحم ليكم الوالدين اللي بنشوفو بالحال كأمهات، حسوا بيا. الله يرحم ليكم الوالدين، وهادشي اللي غنقول. أو حالة هستيريا خليته دابا خارج من الصباح، هو خارج مسكينة بصندالة الميكا وكيجري. راه شتينا قبيلة خويا ملي كنا كنجريو، قلنا ما ربنا جينا حدا الحمام وداك الشيء، حدا صعب هنايا بان لا مول بيما ولا شي حاجة ما عزيز عليها الصحافة. هادشي اللي كاين أخويا. هي الصغيرة اللي عندك. هي الصغيرة، هي الصغيرة اللي عندي عندها. خويا ما نقدرش. الوالدين. باقا خويا ما قلتش. باقا ما قلت حتى لشي واحد، باقا مصدومه انا، باقا ما قداش تنشد التليفون محدي، باقا ما عارفاش راسي من رجليا، باقا ما شدتش بنتي، مصدومه انا، مصدومه دابا والله. خليت فين مشيت اخويا؟ ما خليتك. والناس قالوا لي شفناها، ماشي ما شفناها، الناس شافوها، شافوا شافوا واحد الباب. الله يرحم ليكم الوالدين، اللي داها ولا اللي شافها يرد عليا، راه مسكينه مريض، مريضه مسكينه، ما عندهاش مسكينه، مريضه من جميع الامراض، عندها مرض المصران، عندها التوحد، عندها بزاف د الحوايج. الله يرحم ليكم الوالدين. خارجه مع شي واحد لا غدا؟ لا، شافوا الناس بوحدها، هادشي اللي قالوا لي الناس. فاش كتخرج كتجري مخلوعه كتبكيش؟ لا ما مخلوعه ما والو، مشات قال لك كتجري هنايا، تجري هنا وما عرفوش الناس مالها، كيصحابوها كتلعب. ما يكونش شي حاجه داها خطا، شي حاجه داها مشات معاها. الله اعلم اخويا، ما غاديش نقدر. كلشي اللي جبد لها بيموت يديها، مسكينه، حيت مسكينه ما تتعرفش داوي الاحتياجات الخاصه والتوحد شناهو، اللي عطاها شي بيمو غادي يديها وغادي تزيد معاها مسكينه. وانا خويا ما نقدرش نعيش بلا، والله عزيز علي هي الاخر وعزيز علي مع مريضه كيف دوسي عندي.
ديال الاوراق كلشي عندكم الوالدين حنوا فيا المغاربه. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. فهاد العواشر بنيتها ما كتعرفش الصدر، ما كتحضرش مسكينه. الله يرحم لكم الوالدين. ما نقدرش نعيد، انا ما نشريش هاد الحب، نشري انا كاع ما ندير بهاد. كذب عليك، كذب عليك يا ربي يا ربي. وغدا نمشي ثاني نبقى نقلب ونخرج التصاور ونشوف اش غندير اخويا. تلفت ما بقيتش عارفتي فين غادي نمشي. هادشي اللي كاين اخوكم الوالدين لما شوفوا من حالي. الله يرحم لك خويا، راه عندي تما كاين الله ما حافظها. هي اللي فيها الواتساب دابا، هي اللي فيها الواتساب. سميره لابسه تريكو موف ديال الخير نصكم، وكسيوه بحال الموف نصكم، وسريويل ازرق وفيه الميكيات. صنيديله ما تتهضرش مسكينه، اللي غادي يجبد العبيمه وغيديها مسكينه. يعني مريضه توحد، اي واحد يقدر يديها. كلشي يديها حدايه سميره البقشاشه. لا اله محمد رسول الله، لا اله محمد رسول الله. يعني ديك النهار اللي خرجت فيك كانت تصرفات ديال عاديين. عاديين، تغدات مسكينه كتلعب عندها اللعاب، كلشي عندها حاطه لها في السطح، كلشي كاين، كتلعب عادي خويا كيما الناس كتلعب. ما ضربهاش شي واحد في الدار. لا ما لا 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 ما يضربها حتى حد، ما والو اخويا، حلت الباب وزادت. لا لا المرا التليفون ديالك الله يجازيك بخير. راه عندي خويا في الواتس. شي واحد ورايا 06 ما حافظهاش اخويا. الله يعاودي ورايا 06 76 74 42 42 عاودي معايا من 06 06 76 79 74 74 29 29 عاودي معايا 06 06 79 06 79 74 74 29 29 39 39 كنطلبي دابا انت لها، كنطلبها من يرجعوا لي البنيه ديالي. الله يرحم غدا شي حاجه. الله يرحم لك الوالدين الحموشي لما شوف من حالي اخويا. الله يرحم لك الوالدين، الله يسهل عليك، الله يخلي لك وليداتك. الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين. سيدنا حنفي، الله يرحم لك الوالدين ابو محمد السادس، الله يخلي لك لالا خديجه والبولي الحسن. الوالدين يا ربي يا ربي، راه فيها التوحد مسكينه. اللي غادي يديها غادي يديها، غادي يقول لها سيدي غادي شي واحد على شو ما نقدرش نعيش بلا. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم حدو فيا، الله يرحم ليكم الوالدين. ليكم الوالدين اخوتي المغاربه. اذا مشاهدينا الكرام الله يرحم لكم الوالدين، كما شفتوا معنا الام في حاله هستيريه. الله يجازيكم بخير. طفله شو سميتها اختي؟ شو سميتها؟ ابتسام. طفله ابتسام عندها 7 سنين، مسكينه ما كتهضرش وفيها مرض التوحد. دابا ساعتين هذه باش خرجت 3 سوايع من الدار ما بقاتش رجعات. الله يرحم لكم الوالدين. الدريه باقا صغيره عندها 7 سنين، خايفين انك توقع عليها شي حاجه. مسكينه مريضه التوحد، اي واحد تقدر تمشي معاه هي ما عارفه شنو واقع. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. حنا كنتمنوا القوة اللي عنده شي موتور طرون طروه 96 بيكالا طوموبيل، ما حد كاينه في كازا وما حد كاين قريبه المدينه القديمه حيت الناس شافوها. كاين اللي قال لي راه شفتها. الله يرحم لكم الوالدين، خرجوا نقلبوا على الدريه هذه اليوم ما تباتش في دارهم. الامن راه غيقوم بالواجب ديالو، سيدي هذيك لاراج البوليس هذه خرجوا يقلبوا حتى هما، حتى حنا نعاونوا الامن ونعاونوا هذه الام هذه مسكينه في حالها هيستيريا وكتبكي. الله يرحم لكم الوالدين، حنا بدورنا غنخرجوا نقلبوا كصحافه، كلشي غادي يخرج يقلب. ابتسام اليوم ترجع للدار، الله يجازيكم بخير. راه عندها 7 سنين، دريه صغيره عندها 7 سنين، مريضه التوحد. سمره شويه كانت لابسه صنداله، وشنو اخر كانت لابسه ثاني؟ صنداله ديال البلاستيك روز وسريويل ازرق فيه الميكيات عندي ميبرا. يعني لابسه سروال ازرق وكسوه موف نكسوه موف نصكم، وصنداله ديال الميكا، يعني سروال ازرق وتريكو نصكم وصنداله ديال الميكا. الله يرحم لكم الوالدين. هذه هي التصويره ديالها، يعني باقا جديده التصويره، ديروا ليها سكرين شوت واللي لقى الدري يخرج يقلب عليها. الله يرحم لكم الوالدين. حنا كنتواجدوا في كازا بلونكا بالضبط في مدينه قديمه ساحه ماريشال، راه الناس كيسكنوا حدا ساحه ماريشال هنايا، بغينا كلشي يخرج يقلب، صحاب الماطر كلشي يخرج يدور بيكالات اي حاجه حتى لقاو الدريه. الله يرحم لكم الوالدين. واللي لقاها هذه هي النمره 06 79 74 29 39 06 79 74 29 39. حتى هنا مشاهدينا كنوصلوا لنهايه البث ديالنا، شكرا لحسن المتابعه ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين. لقاو هاد الدريه هادي، خد التصويره، دير اخويا سكرين شوت، دير اختي سكرين شوت وخرجي تقلبي فين ما كان، على رجلك على يدك، المهم خرج تقلب لهاد الدريه. الله يرحم لك الوالدين باش نلقاوها.
راه ما كدويش يعني راه ما تدويش معاكم. ملي تلقاوها شدوها واخا بشبكي غير شدوها وحداكم حتى عيطوا للمو تجي عندكم. الله يرحم لكم الوالدين، الله سبحانه وتعالى غيفرح، كلشي غادي يفرح الى هاد الاجر درناه كاملين. شكرا لكم على حسن المتابعه، نلقاكم بث اخر ان شاء الله بعد موضوع اخر ان شاء الله.